في حديث العرب من مصر، أحوال الفن والفنانين وقوة مصر الناعمة. في عام 1869 قيم على حديقة الأزبكية بقلب القاهرة الخديوية كان الأول من نوعه في المنطقة، هو المسرح القومي، بداية انطلاق حركة فنية كبيرة في مصر امتد تأثيرها من المسرح إلى السينما. مع الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. معاش الفنان في مصر بكفي؟ الإجابة أنا محرج. التعصب ضد الفن وتحريم الفن بيتراجع ولا مازال موجود في الحياة؟ لا بيتراجع، والإيمان الدولة بدور الفن. عن الفن والفنانين والإبداع في مصر. دور السينما في مصر تناقصت جدا، دور المسرح في مصر انعدم. يشهد التاريخ أنها قدمت عظمة المسرح في العالم العربي. مفيش إنتاج مسرحي، مفيش رعاية أو اهتمام بدور العرض المسرحي. دار العرض موجودة، دار العرض مهجورة. النهاردة السينمات العظيمة بقت كافيهات. نحاول أن نرصد أحوال العاملين في واحد من أهم مجالات قوة مصر الناعمة. في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.